فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فهل هو حديث صحيح؟ نعم هو حديث والظاهر أنه قوي، لكن مع الاعتكاف ما هو معناه أنه ما يصح إلا في المساجد، معناه الاعتكاف أفضل، النفي هنا للفضيلة ما هو للأصل، ولهذا احتجبوا بعض المعاصرين وقال ما في اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، هذا فهم غلط، هذا فهم غلط. الله قال: وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يخص مسجدا دون مسجد، فلا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يعني لا اعتكاف أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة. نعم، وإن الضيقون على المسلمين ما يعتكفون إلا في المساجد الثلاثة. نعم.